الدورة أطلقناها بتعرفي هدفها كتير هام وسامي، هو حماية الحرف التقليدية خاصة المعرضة للاندثار، تمام، اللي هي حرفتنا الأصيلة التراثية. هلا طبعا كثير كان في اقبال فظيع من قبل الشباب، خاصة الشباب والشابات لتعليم الحرف. هلا صار له شهر تقريبا، جاوزنا مراحل كتير حلوة مع المتدربين، اقبالهم كتير حلو، استيعابهم كتير حلو، ولا فيكم تصوروا شغلهم، صاروا عم بيشتغلوا شغل كتير حلو. نحن داخلين بالأيقونة البيزنطية. هلا كتير شي حلو انهم يعملوا هاي الدورات، لانه هي قليل ما تنعمل وبالاحرى نادرة، وكتير حلو انك انت ترجعي تعملي كل شيء قديم، يعني كل شيء بالتراث يرجع يتجدد هلا، يعني مثل انك انت عم تحييه مشان ما يموت ويضيع وما حدا يعرف فيه. هلا احنا اول شيء هاي المهنه قديمه كتير عريقه، يعني تقدر تقولي شاميه او بلاد الشام هي بتشتهر فيها، واول ما طلع الفوانيس بتعرفي الدومري وبشعل الفوانيس، هي مهنتنا هي من هون اللي احنا بتبدا، قديمه عريقه اقدم، وسوريا ودمشق اقدم عاصمه في التاريخ، فهي المهنه بدها ذوق وفن ونفس طويل، هي بتشتهر فيها، بتعرفي النساء لها مراء هيك، وهالمهنه هي يعني نحن اخذناها توارثناها من على الاجداد. احنا ما ملاقيين صعوبه بالمره، لان بدها هي فن وذوق واحساس، هاي بدك تحطي مشاعرك واحاسيسك كلها بالقطعه عشان تشتغلي فيها اول شيء.